طبعا. طيب اللي ود الاهلي لكاس العالم للانديه هي التسعه، والتسعه ما كانتش بطوله سهله لانه كان فيها تفاصيل كتير ليها علاقه بتغييره مدير فني فايلر والخطه البديله اللي كانت موجوده. الملف ده عن قرب شفته ازاي؟ الاستعاضه عن فايلر بسرعه بموسيماني، والفكره دي انت شفتها ازاي وانت في مكتبك جوه عقر النادي الاهلي؟ ازاي الاهلي اتعاقد مع مدير فني افريقي لاول مره في التاريخ؟ دي كواليس مش قول بقى. لا هو طبعا بص تاني، المفوض من قبل مجلس اداره والمسؤول عن هذا الملف كابتن محمود الخطيب، وهو بيديره باحترافيه. وممكن انت تبقى عمال تروح وتيجي والناس يعني رايحه وجايه، ولكن هو في ثبات انفعالي ومحدش عارف، وممكن هتلاقي واحد فقط لا غير عارف. هو بيكلف محمد مرجان بحاجه، محمد مرجان عارف ده بالظبط كده، بيكلف امير توفيق بحاجه، امير توفيق عارف ده، اللي بيكلفه هو بس اللي عارف. خلاص هو ادارها ما شاء الله، يعني انا اعتقد لا باحترافيه، لان هتبقى شهادتي مجروحه، ولكن الناس كلها شهدت بهذا الكلام. اما حكى القصه في مجلس الاداره وهو بقى خلاص بناخد موافقه مجلس الاداره على موسيماني اللي هو جاي، انا متهيألي اللي احنا كلنا كنا قاعدين معجبين جدا بالفكر، بالقصه ومعجبين جدا بالفكره. ليه؟ لان هو طبعا احنا كنا عايزين فايلر يكمل. قول لي القصه. يعني انت فايلر كان يعني كنا عايزين يكمل، ولكن هو مكان الكابتن بيحكي قال لك انا اول ما حسيت اللي هيبقى فيه احساس وفي ضغط على الرجل من اسرته، كان محمد الخطيب عنده الحته الانسانيه دي عاليه جدا جدا. فقال له لا انت خلاص يعني انزل اجازه، ولكن لو هتنزل اجازه وهتسيبنا في الموسم ده يعني هنعدل بس الحته في العقد اللي انت ال10 ايام. فهو رفض. فهو كابتن برضو استشعر لا ما اطمنش، يعني هو حس ان هو مش مطمن، ولكن انسانيا وصل لدرجه قال له لو انت عايز تروح اصلا نسفرك هنسفرك، بس اهم حاجه النادي الاهلي. يعني مركب السفينه بتاعت الاهلي، يعني ما تسيبنيش في الوسط. هو اداله مهله، وده دايما خلي بالك اداله مهله. الكابتن دايما بيديك مهله. انت ممكن تبقى انت عندك افكار عايز تفكر تروح وتيجي، فدي لك مساحتك، هديك مساحتك فكر وخد قرارك اللي انت عايزه، واحنا يعني خلاص. وده اللي انت بتستغرب له. طب انت فكرت واخدت قرارك وبعد كده بترجع تزعل. انا ما بتكلمش على فايلر، بالعكس فايلر اتكلم على النادي الاهلي كويس جدا، انا بتكلم على اشخاص. وانتوا كمان اتكلمتوا على فايلر كويس جدا جدا، لان هو راجل ادى معاك دور كويس جدا، ما تقدرش تتكلم غير كده يعني. فبناء عليه على طول هو في خلال الفتره دي اما حس هو كلامه يعني اما حس اللي هو ممكن يبقى فيه حاجه، فابتدى على طول بيفكر مع لجنه التخطيط، طلب من اكس وطلب من زد وطلب عايز وما فيش حد يعرف. مفيش حد يعرف يعني طلب من كل واحد لوحده ومحدش يعرف، والتاني ما قالش للي جنبه محدش. لغايه ما بقى عنده اصبح عنده اكتر من سي في موجود. الاكتر من سي في دول اتلخصوا لاربعه خلاص، من ضمنهم موسيماني. هو موسيماني كان سافر مع كابتن محمود الخطيب لو تفتكر ماتش سان داونز هنا. ايوه العوده كنا على طياره واحده. ايوه هو راجل حبوب جدا أوي. جدا جدا وبسيط جدا. فهو راح لكابتن محمود الخطيب انا عايز اتصور معاك، فيمكن بعد ما اتصور وخلص فكبير هو ده قال لك انا رحت للسيد قلت له خلي بالك الراجل ده ممكن يكون يعني ايه النادي الاهلي فريق كبير والنادي الاهلي لا خلي بالكم عشان خاطر ده مش هيعمل فينا زي ما عمل قبل كده. وبعد كده الحاجه الثانيه الاهم اللي هو حافظ لعيبتك كويس قوي. ده حقيقي يعني حافظ اللعيبه بتاعتك اكنها فرقته، حافظ اللعيبه في الدوري المصري، حافظ يعني الراجل. فبرضه ده اللي شجع كابتن محمود الخطيب اللي هو ده يكون من ضمن الاولويات. انت عايز حلم اللي عايز تحققه هو التسعه، فعايز واحد النهارده حافظ افريقيا، وعايز واحد النهارده حافظ لعيبتك، هيبقى عنده سرعه في التاقلم معاها. فبناء عليه اول لما بايلر النهارده المهله انتهت وما رضاش، ابتدى يتفق مع مين؟ مع موسيماني. مع موسيماني. طب كان اول شرط في الاتفاق مع موسيماني كان ايه؟ موافقه رئيس نادي سان داونز. سان داونز ايوه. قولها لي بقى دي حصلت ازاي؟ ما هو ده بقى الاتصالات اللي حصلت. اللي احنا النهارده مش هنقدر نتعاقد معاك غير بموافقه رئيس نادي سان داونز. طيب هنا بقى هنا بقى كابتن الخطيب اتدخل بقى. ما هي هنا بقى اتدخل كابتن الخطيب اتدخل، والراجل طبعا كان مبسوط جدا. ويمكن لو في اكتر من لقطه لو بتشوفها وهو كان بيصور جمهور. ايوه في اخر مباراه كان فيها جماهير في استاد القاهره، وبعديها جت ازمه كورونا. يعني يمكن كل مره بنعود الجماهير بترجع المدرجات بيجي لك حاجه معينه يعني. فهو خلاص وصل رئيس النادي وافق ورحبه، حصل على طول اتفاق، مضينا العقود. يمكن انا عايز اقول لك ان انا مضيت العقد وانا مش ما انا ما اعرفش اللي ده عقد موسيماني. طب كلمه جد. والله كابتن خطيب ازاي بقى؟
وروحنا عشان ما كانش ازاي لسه يعني دايما ازاي العقد فاضي ما فيهوش حاجه. لا هو حاطط ايده على الورق هنمضي يا محمد حاضر. فالقصه كلها في ايه؟ وانت محمد مرجان اللي بيثق فيه وبيحبه وبتاع، بس طبيعت لا احنا طبيعه عملنا انا طبيعه عملي انا ما بزعلش او ببقى مبسوط من ده، لان طبيعه عملي اصلا انا اتربيت المعرفه على قدر الحاجه. أيوه. فده شغلي المعرفه على قدر الحاجه. برافو عليك، مش كل واحد لازم التعبير. حلو غلط التعبير. ليه؟ لان ممكن لا قدر الله مش هتكمل. صح، معلومه خرجت هنا معلومه راحت هنا، فخلاص. فدي اللي كانت اجمل حاجه وانت بتشتغلها. خلاص اوكي تمام. اعلن قبل ما يعلن لازم نعرض على مين؟ مجلس الاداره. ده استوقفني. يعني قد يتخيل البعض انه طالما انه الملف برمته مع كابتن محمود الخطيب فده ملف لصاحبه، يعني ملف للكابتن محمود الخطيب اللي ما فيش حد هيفصل فيه زي كابتن محمود الخطيب. ده انت لو ما عندكش كابتن محمود الخطيب انت هتروح تدور على كابتن محمود الخطيب تقول له ايه رايك في الملف ده. تمام. استوقفني فكره انك بتقول انه بعد كل ده وبعد كل الامور دي كابتن محمود الخطيب بيعرض على مجلس الاداره وبياخد موافقه مجلس الاداره. خلي بالك على الترابيزه. هل ممكن وارد انه مجلس الاداره ما يوافقش على القرارات؟ طبعا، وفي قرارات كتير جدا 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 بيبقى مجلس الاداره وفي الاغلبيه مش موافقه على قرار، وممكن يكون هو رايه موافق بينفذ قرار الاغلبيه. ده النادي الاهلي هو بيقول قرار، وفي اكتر المواضيع يقول لك انا عايز اسمع قراركم قبل ما انا اقول قراري. والله طيب هو النادي الاهلي على الترابيزه. اول ما اتقال اسمه موسيماني انتوا يعني اشرح لي الموضوع. هو في الاول الناس، في ناس اتخضت وفي ناس اما الكابتن حكى القصه زي ما انا بحكيها لك كده انت خلاص كلنا انت خلاص امين شافوه، لان انت فعلا اخترت الحاجة المناسبة للتوقيت المناسب. صحيح. والحمد لله ربنا كرمك. تفكير جريء، خد بالك. الايه؟ جريء، تفكير جريء. تفكير جريء جدا بره الصندوق. ويمكن حصل هجوم في الفترة دي أنت ما بصيتلوش، ربنا سبحانه وتعالى أكرمك. طب تعالى بقى نتفرج يعني برضو من عند ربنا، لأن أنت النوايا خير، أنت أنت ما بتفكرش عشان حاجة شخصية، أنت بتفكر لصالح العام للنادي. طب تعالى بقى أنت لما فكرت بالمنظر ده عملت إيه؟ رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بيهني موسيماني. علاقة مصر مع أفريقيا أصلا النهاردة أنت بقى أصبح عندك الإعلام نسبة مشاهدة أو نسبة متابعة من جنوب أفريقيا للإعلام النادي الأهلي. بعد تاني مهم، خد بالك ممكن ما يكونش مرئي في الأول، عشان كده بس بعد إيه؟ حلو يعني. عشان كده احنا قلنا إيه؟ ربنا يثبت أقدامه. هناك أكثر من استفادة. إزاي هتعمل استثمارات الفترة اللي جاية في أفريقيا؟ وده اللي بيبص عليها الكابتن، وبندرسها مع دكتور سعد شلبي، وبندرسها مع أكثر من على في شغل هيتعمل في أفريقيا؟ المفروض إن شاء الله بإذن الله. ازاي النهارده في علاقات بقى خلاص انت النادي الاهلي اللي بيحب يعني الناس بتحبه كلها في قلب افريقيا. علاقه مصر النهارده مع افريقيا في حاجات كتير جدا بترتب على بعضها. ده بقى دور النادي الاهلي. طب اما بتدير المواضيع دي بالشكل اللي احنا بنتكلم فيه ده هتلاقي نفسك اولا بتفيد النادي الاهلي، ثانيا بتفيد بلدك.